مؤتمر عن موضوع محدد اللي هو متلازمة الجيل عن باري، يلي الحقيقة صار فيه شوية لغط بالمجتمع حول هذا الموضوع. نحن حاولنا نعمل هالموضوع هذا ونشارك فيه لحتى يكون نوع من التوعية حول هذا الموضوع، أسباب هذه المتلازمة، طرق علاجها، طرق تشخيصها. الحقيقة المحاضرات والأيام العلمية في مشفى دمشق هي عم تكون سلسلة ضمن التعليم الطبي المستمر. الحقيقة كل شابة عم تحط أولوية لأمراض عم نعتبرها هلأ إحنا مهمة لطرح بعض الأمراض اللي عم يكون فيها إشكالية أو عم نلاقي إنه في أهمية لطرحها بهالمرحلة. جيلان باري كان عنا إصابات بجيلان باري، كتير حاولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحطوا إنه هذا المرض في عنا ارتفاع بالحالات وأعلى من المعدل الطبيعي. الحقيقة كانت جميع الإصابات خلال الفترة الماضية من السنة ضمن الإطار الطبيعي، وكان عنا الوفيات حتى ضمن الإطار الطبيعي للإصابة بمرض جيلان باري. حبينا اليوم نلقي الضوء على مرض جيلان باري بالنسبة للأعراض السريرية، بالنسبة لطرق التشخيص المخبرية، بالإضافة إلى المعالج. هلا هي كانت الندوة بس مشان نعرف نحن عم نصير عنا بسوريا قديش نسبة انتشار هذا المرض، مرض التهاب الأعصاب والجذور، نسبته مقارنة بمشفى دمشق، مشفى التعليم العالي، مشفى الدفاع، نشوف قد النسبة، هل هي النسبة كانت ثابتة فعلا ولا في عندي زيادة مكان عن آخر، ونقدر نقارب بالعلاجات، شلون العلاج عم يتم عنا وشلون عم يتم بغير مشافي.